قال لك حنا نروح زوج تاع النساء بداو يتهضروا. قالت له قولي انت راجلك اسم يخدم. قالت له انا راجلي كي يهضر الناس كامل تصفع. قالت له واش يخدم راجلك؟ قالت له انا راجلي يخدم في البرلمان كي ينطق الناس كامل تصفع. قالت له انتينا؟ قالت له انا كي يصفقوا له هو ينطق. قالت له اسم يخدم؟ قالت له اهواجي.